الرابع معانا عن مجموعة من طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس، ودول أطلقوا حملة إعلامية بعنوان أصله مصري عم الناس، بيدعوا من خلالها الشباب لاسترجاع الأخلاق وصفات المصريين اللي اشتهروا بيها على مر العصور زي الشهامة، المروءة، حسن الظن، خاصة في ظل ارتكاب الكثير من الجرائم الأخلاقية حالياً. ركز القائمون على الحملة على طرق استرجاع هذه الصفات للشباب مرة أخرى والتمسك بالهوية المصرية اللي بتميز المصريين بين شعوب العالم، ودعم الحملة الكثير من المشاهير، واشترك بها عدد كبير من الفنانين زي نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي والفنان أحمد السعدني والفنان حمدي هيكل، فنانة أيتن عامر، وأيضا الفنانة روجينا. معانا على التليفون ألو هدير. هدير سيد، الو. ايوه يا فندم، مع حضرتك. ازيك يا هدير، اخبارك ايه؟ تمام بخير. احكي لي بقى، الفكره جات لكم منين؟ بصي، هو والله احنا مجموعه شباب مع بعض عايشين في مجتمع، شفنا ان احنا لقينا ان في كانت عندنا صفات كويسه جدا في المصريين. هدير انت ممكن تقفي بطريقه شويه الموبايل بيزن جامد قوي، ابعدي. انت جنب جهاز او جنب حاجه او هنحاول نكلمها مرة فعاليات. أنا أسفة، إحنا أعتقد معانا هدير الأول. السيد رجعت مرة تانية. ألو. أيوة يا فندم، مع حضرتك. أيوة يا هدير، أيوة كده صوتك باين دلوقتي. أه تمام كده. احكي لي بقى يا هدير، أنتوا مجموعة من الشباب قلتي لي. أيوة يا فندم، إحنا كنا مجموعة من الشباب في قسم الإعلام آداب جامعة عين شمس. تمام. فكرنا الحملة ديت ضمن فعاليات مشروع التخرج بتاعنا إن إحنا نعمل حملة. جات لنا الفكرة إزاي؟ إن إحنا كمصريين عايشين في مجتمع كان فيه صفات كتير قوي حلوة. وفجأة مع اللي إحنا في الأحداث اللي إحنا فيها بدأت الصفات ديت تختفي أكثر. لكن انتوا راصدين قد كده ان الصفات الاساسيه اللي طول عمرها موجوده فينا فعلا اصبحت مختفيه من الشارع؟ بالظبط يا فندم، احنا قبل ما نعمل الحمله بتاعتنا ديت احنا نزلنا وعملنا الابحاث بتاعتنا، بدانا ناخد راي الناس. طب ايه رايكم؟ ايه الصفات اللي كانت موجوده وما بقتش موجوده؟ ايه الحاجات اللي نفسكم ترجع تاني؟ ايه اللي انتوا شايفينه طب لينا في المستقبل؟ ايه اكثر صفات حلوه في المصريين ولسه موجوده؟ ايه اسوأ صفات فينا؟ وبدانا ان احنا نعمل الابحاث بتاعتنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وبدانا فعلا ان احنا نلاقي الصفات اللي هي زي الجدعنه، الشهامه، والطيبه، والاخلاق، والحاجات ديت بدات تقل. فقلنا لا، احنا لازم نعمل الحمله ديت نقول للمصريين مش لازم ما نقدرش برضو متهيألي نطلق الامور على تعميمها كده، يعني برضو احنا معدننا طيب، ويمكن لو في شويه ناس ما عندهاش هذه الصفات او اندثرت عند بعض الفئات، لكن في ناس تانية ما تعرفش تعيش الا لما تكون مصريه اصيله وتتمتع بهذه الصفات. اكيد يا فندم، عشان كده احنا مسمين الحمله بتاعتنا اصله مصري. اصله مصري، مظبوط. تمام تمام، ميرسي جدا جدا لوجودك معانا، نورتينا.